أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الرابع في دروس مادة العلوم، ودرسنا لهذا اليوم بعنوان لماذا يجب أن يكون ماؤنا نظيفاً؟ ويتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يذكر أهمية الماء النظيف لحياة الإنسان. ثانياً، يستنتج تأثير الماء الملوث في صحة الإنسان. بداية، هيا نتذكر ماذا تعلمنا في الدرس السابق. تعلمنا عن أهمية الماء للإنسان، وعرفنا بأنه مهم في عمل الجهاز الهضمي، حيث يدخل الماء في تكوين اللعاب في الفم ليساعد في مضغ الطعام، كما أن الماء يساعد على إذابة بعض الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية في المعدة، ويساعد شرب الكثير من الماء على تجنب الإصابة بالإمساك. وعرفنا بأن الماء مهم في عمل الجهاز التنفسي، حيث يكون المخاط في الأنف والممرات المؤدية إلى الرئتين وفي الرئتين، كما عرفنا بأنه مهم في التحكم في درجة حرارة جسم الإنسان، حيث يساعد على التعرق الذي يعمل على خفض درجة حرارة الجسم. هيا نبدأ نشاط افتتاحي في كتابك صفحة 202. ماذا يعمل الأولاد في الصورة المجاورة؟ يعملون على تعبئة الماء في الأوعية البلاستيكية. ولماذا يقومون بهذا العمل؟ لأن الماء هنا نظيف وصالح للاستخدام. ولنبدأ النشاط رقم 1، ما كمية الماء التي يجب أن أشربها لأحافظ على صحتي؟ في كتابي صفحة 203، قارن بين كمية الماء التي ينبغي لكل مما يأتي شربها من خلال الشريط المصور. هيا نشاهد الشريط المصور ونشاهد كم كمية الماء التي يجب أن يشربها كل شخص موجود في هذا الشريط. بعد مشاهدة الشريط المصور، هيا نجيب عن هذه التساؤلات. ما كمية الماء المناسبة لكل من الذكر والأنثى؟ تحتاج الأنثى إلى شرب 8 أكواب، أما الذكر فيحتاج إلى شرب 12 كوب. ما كمية الماء المناسبة للإنسان البالغ والطفل؟ لاحظ أن الإنسان البالغ يحتاج إلى شرب 12 كوب، أما الطفل فإنه يحتاج إلى شرب 6 أكواب. وما كمية الماء المناسبة للإنسان البالغ الذي يمارس التمارين الرياضية والذي لا يمارس التمارين الرياضية؟ الشخص الذي لا يمارس التمارين الرياضية يحتاج إلى 12 كوب، أما الشخص الرياضي فيحتاج يومياً إلى 15 كوب، أكثر بثلاثة أكواب من الشخص الذي لا يمارس التمارين الرياضية. لاحظ الصور التالية التي تمثل شخصين يمارسان رياضات مختلفة. علي يمارس التمارين الخفيفة، وحمد يمارس التمارين المجهدة. أي منهما يحتاج لشرب كمية أكبر من الماء؟ فكر. أحسنت، علي يمارس تمارين خفيفة فيحتاج إلى شرب 12 كوب من الماء يومياً، أما حمد الذي يمارس التمارين المجهدة فيحتاج إلى شرب 15 كوب من الماء يومياً. ما الفرق بين كمية الماء التي يحتاجها الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية المجهدة والأشخاص الذين يمارسون التمارين الخفيفة؟ لاحظ أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين مجهدة يحتاجون إلى شرب كمية أكثر من الأشخاص الذين يمارسون التمارين الخفيفة. إذن، ما هي العوامل التي تعتمد عليها كمية الماء لكل فرد؟ أولاً، العمر، حيث يحتاج الشخص البالغ إلى شرب كميات أكبر من الأطفال. ثانياً، الجنس، حيث تحتاج الإناث إلى شرب كميات أقل من الذكور. ثالثاً، الحجم، حيث يحتاج الشخص الكبير الحجم إلى شرب كميات أكبر من الشخص صغير الحجم. رابعاً،
نوع التمرين الرياضي، حيث يحتاج الأشخاص الذين يمارسون التمارين المجهدة شرب كميات أكبر من الماء من الأشخاص الذين لا يمارسون التمارين الرياضية المجهدة. النشاط الثاني، ماذا يحدث إن لم نشرب كمية كافية من الماء؟ هيا نشاهد هذا الشريط المصور للتعرف على أضرار عدم شرب كمية كافية من الماء. أولاً، جفاف الجلد، قلة التركيز، والإمساك، ورائحة الفم الكريهة، والإرهاق. والآن هيا يا أبطال نجيب عن هذا السؤال. أكمل الجمل الآتية مستخدماً المفردات من الصندوق لنعرف ماذا يحصل إذا لم نشرب كمية كافية من الماء. لا توجد كمية كافية من الماء للمحافظة على صحة البشرة، فنصاب ب ماذا يا ترى؟ رائع، جفاف الجلد. قد يتأثر جهازنا التنفسي فنصاب ب ممتاز، رائحة الفم الكريهة. قد يتأثر جهازنا الهضمي فنصاب ب رائع، الإمساك، إجابة رائعة. قد تنخفض مستويات الطاقة لدينا فنصاب ب الإرهاق، أحسنت. قد تعمل أدمغتنا بشكل أقل مما يجب فنصاب ب أنت رائع، قلة التركيز، إجابة رائعة. انظر إلى الصورة التالية، خالد يشعر بالتعب والصداع بسبب عدم تناول كميات كافية من الماء، بماذا تنصحه؟ بالطبع ننصحه بشرب كمية أكبر من الماء ليعمل الجسم بشكل جيد، وهي ما يعادل 12 كوب من الماء يومياً، إجابة رائعة. ولننتقل إلى النشاط رقم 3، هل يعد شرب الماء النظيف أمراً ضرورياً؟ أمامك كأسان، أيهما تفضل، رقم 1 أو 2؟ الكأس رقم 1. ولماذا اخترت الكأس رقم 1؟ لأن الماء نظيف. ولماذا يعد شرب الماء النظيف أمراً ضرورياً؟ للمحافظة على حياتنا ولمساعدتنا على تجنب الإصابة بالأمراض. هيا نعد قائمة بالنقاط الرئيسية التي ناقشناها سابقاً. يعتبر شرب الماء النظيف أمراً ضرورياً للمحافظة على حياتنا ولمساعدتنا على تجنب الإصابة بالأمراض. قارن القائمة التي وضعتها بالقائمة هذه. ماذا تعلمت؟ تعلمنا أن المعدل الطبيعي لعدد الأكواب التي علينا شربها يومياً هو 8 أكواب، وعرفنا أيضاً أنه تعتمد كمية الماء التي يحتاج إلى شربها على العمر والجنس والحجم والتمرين الرياضي، وعرفنا أيضاً أن أضرار عدم شرب كمية كافية من الماء هي جفاف الجلد والإمساك وقلة التركيز والإرهاق ورائحة الفم الكريهة، كما تعرفنا على أن الماء النظيف ضروري للمحافظة على حياتنا ولمساعدتنا على تجنب الإصابة بالمرض. ولأتحقق مما تعلمت، هيا نجيب عن السؤال رقم 1 في كتابنا صفحة 208. يشرب علي نحو 2.5 لتر من الماء في اليوم الواحد، في حال كان علي قد شرب 1.75 لتر حتى الساعة 4 بعد الظهر، ما كمية الماء الإضافية التي يجب أن يشربها؟ ممتاز، 2.5 ناقص 1.75 يساوي 0.75 لتر. يحتاج علي إلى شرب 0.75% من اللتر إضافي، إجابة رائعة. لننتقل الآن إلى النشاط رقم 4، ماذا يحدث إذا شرب الإنسان ماء ملوثا؟ انظر إلى الصورة رقم 1 والصورة رقم 2 والصورة رقم 3.
اختر الإجابة الصحيحة. هل تعتقد أن يدي المرأة في الصورة رقم 1 ستكونان نظيفتين؟ تأمل الصورة. أحسنت، لن تكون نظيفة. هل تعتقد أن الماء في الصورة رقم 2 و3 صالح للشرب؟ تمعن الصور. ممتاز، إنه غير صالح للشرب. إذن ماذا يحدث إذا شرب الإنسان ماءً ملوثاً؟ الآثار السلبية لشرب الماء الملوث هي الإسهال والتقيؤ ومرض الكوليرا الذي يصيب الجهاز الهضمي ويسبب الإسهال والتقيؤ. هيا عزيزي الطالب، شاهد الشريط المصور لتعرف كيف يتم مساعدة الناس للحصول على الماء النظيف. تعاني كثير من الدول النامية من عدم توفر الماء النظيف مما يسبب الإصابة بالأمراض، فقامت الجمعية الخيرية القطرية بتوفير الماء النظيف للدول النامية من خلال حفر الآبار. عندما تشرب الدولة النامية الماء غير النظيف ماذا سيحدث؟ يؤدي شرب الماء غير النظيف إلى الإصابة بالأمراض. كيف تم حل هذه المشكلة؟ قامت الجمعية الخيرية القطرية والجمعيات الخيرية في العالم بحل ذلك، حيث تعمل الجمعية الخيرية القطرية والجمعيات الخيرية في العالم على تأمين الماء النظيف في القرى المحلية من خلال حفر الآبار. ماذا تعلمنا من هذه الأنشطة؟ تعلمنا الآثار السلبية لشرب الماء الملوث على الإنسان، وهي الإسهال والتقيؤ ومرض الكوليرا، وعرفنا أنه للحصول على الماء النظيف ضروري للوقاية من أمراض مصدرها الماء. وللتحقق مما تعلمنا، هيا نفتح الكتاب صفحة 209 ونجيب عن السؤال رقم 4 و5. يمكن أن يتسبب شرب الماء الملوث في إصابة الشخص بالإسهال. أصف أحد الأمراض الأخرى التي يسببها شرب الماء الملوث. فكر. أحسنت، مرض الكوليرا ومن أعراضه ألم في البطن وإسهال وتقيؤ. إجابة رائعة. في حال قررت أن أساعد على توفير الماء النظيف للسكان في بعض البلدان النامية، ما نوع النشاط الذي يمكنني أن أقوم به لأجمع الأموال؟ أكتب بعض الأفكار. الطبخ، بيع الطعام، أعمال يدوية وبيعها كالسلال. إجابة رائعة، فكر في أعمال أخرى. ماذا تعلمت؟ تعلمت أنه ينبغي للشخص العادي شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً، أي ما يعادل 8 أكواب من الماء للمحافظة على صحتنا. وعرفنا بأنه قد يصاب الشخص بالجفاف إذا لم يشرب كمية كافية من الماء، فيشعر بالتعب والصداع. ويعد الماء النظيف ضرورياً للمحافظة على صحة الإنسان، وقد يؤدي الماء الملوث إلى الإصابة بأمراض خطرة مثل مرض الكوليرا. ولأتحقق مما تعلم، هيا نفتح الكتاب صفحة 208 ونجيب عن السؤال رقم 3. انظر إلى الصور وأرسم دائرة حول كوب الماء الصالح للشرب. انظر إلى الصور. أحسنت، هذا هو الكوب. ما تأثير شرب الماء الملوث في صحة الإنسان؟ رائع، يسبب الأمراض وآلام في البطن والإسهال والتقيؤ. إجابة رائعة. اكتب جملة قصيرة لأشرح ما يحصل عندما يصير جسمنا جافاً. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى العطش والدوار وفي الحالات الشديدة الموت. أنت رائع. وفي نهاية درسنا نشكركم أعزائي الطلاب على متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في الدرس القادم، نستودعكم الله.